جاء في سورة التوبة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هذه الآية جاءت لتمنع الكفار من دخول مكة. إيش المعنى؟ المعنى أن المشركون لا يمكن أن يدخلوا مكة. إيش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك التجارات اللي قاعد تكون مع المشركين في الحج وفي الأسواق المعروفة ذو المجاز وذو المجنة وكذا، الأسواق المعروفة. معناته راح سوف يهتز الاقتصاد المكي، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. معناته أن تطبقوا شرع الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو لا يتكفل بأرزاقكم، فما عليكم إلا أن تطبقوا شرع الله تبارك وتعالى، والله كفيل بنا سبحانه وتعالى.